دكتور احمد اشرف عيسى، استشاري امراض القلب والقسطره وطب القلب الرياضي. بقى في مصر دلوقتي تخصص مهم جدا اسمه تخصص طب القلب الرياضي. طب القلب الرياضي هو تخصص نفس تخصص القلب ولكن بليفل تاني مختلف لفحص قلب الرياضيين، لان قلب الرياضيين ده نوع من انواع القلوب المختلفه جدا، لانه بيتعرض لجهد عالي في فترات مكثفه، زي لاعيب كمال الاجسام، زي لاعيبه الكره، زي الماراثون. في لحظات معينه ممكن يحصل خلل كهربي او خلل في عضله القلب قد تؤدي للوفاه، وهو اسمه بنسميه صادن كارديك ديث او القلب المفاجئ. علشان كده انا بنصح كل من بيمارس الرياضه ان يعمل فحص القلب الرياضيين ولو مره واحده في السنه. ليه؟ لان القلب ان الفحص ده ممكن يكون سبب في انقاذ حياه شخص، انه ممكن يكون معرض للوفاه وهو ما يعرفش خالص. عندنا امثله كتيره قوي، لاعب النادي الاهلي محمد عبد الوهاب، مارك فيفيان لاعب الكاميرون اللي سقط اثناء مباراه كاس العالم للقارات. وبالتالي مهم جدا ان احنا يبقى في ثقافه اخرى جديده لينا كمصريين، وهي جديده علينا، ان احنا نعمل فحص قبل اي خوض اي نوع من انواع الرياضه. في مصر بقى في مركز على مستوى عالمي، مستوى دولي، هو الاكبر والاوحد في الشرق الاوسط ومصر وافريقيا لفحص قلوب الرياضيين، هو مركز القلب الرياضي بالتعاون مع جامعه جون موريس بليفربول بمستشفى وادي النيل. اتمنى رسالتي توصل لكل اللاعبين واللاعبات، اتمنى رسالتي توصل لاولياء الامور، لان احنا مهم جدا ان احنا يبقى عندنا ثقافه فحص القلب الرياضي مره واحده في السنه قبل اي خوض اي نوع من انواع الرياضه.